مزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا من ستوكهولم مراسل الغد محمد فنيش، ومن بغداد محمد فاضل. أبدأ معك محمد فنيش، يعني من ستوكهولم كيف تبدو الاجتماعات وكذلك المقترحات التي أيدتها ستوكهولم في مسألة الدعوة إلى مؤتمر يشارك فيه مسؤولون وخبراء لبحث إنشاء محكمة لتنظيم داعش أو لمن انخرطوا في تنظيم داعش؟ نعم، المبادرة السويدية من أجل إنشاء محكمة دولية لمحاكمة تنظيم أو عناصر تنظيم داعش الإرهابي، خاصة من هم من يقيمون في أوروبا ومن مواليد أوروبا. بدأت المبادرة السويدية بتجاوب من الدول الأوروبية أبرزها ألمانيا وبلجيكا والنمسا وسويسرا، وإضافة إلى الدول الأسكندنافية كذلك، ومبعوثي من مؤسسة الاتحاد الأوروبي وممثلي عن مؤسسة الأمم المتحدة كذلك. الاجتماع لحد الساعة يعرف تكتم شديد، سيكون هناك مؤتمر صحفي بعد ربع ساعة من الآن ستحضره قناة الغد كذلك لكشف كامل التفاصيل، لكن حسب التسريبات أنه لا يزال هناك جدل بشأن مقر ومكان المحكمة الدولية. البعض يطالب أن تكون في العراق بسبب تسهيل طبيعة المحاكمة وأن تكون سهلة من أجل الإثباتات، خاصة على مستوى الأدلة والشهود. البعض الآخر يراها أن تكون داخل التراب الأوروبي. المتخوفون من قيام المحكمة الدولية أو وجود المحكمة الدولية في التراب الأوروبي يخشون أن تتعارض مع بعض القوانين الأوروبية التي قد يستغلها بعض عناصر تنظيم داعش الإرهابي في إخفاء بعض الأدلة بسبب ابتعادهم عن الشهود واستفادتهم كذلك من جانب الحريات وحقوق الإنسان. جمعيات هنا في المجتمع السويدي كذلك تضغط على الحكومة السويدية من أجل محاكمة العناصر الذين قاموا باضطهاد طبقات متعددة في سوريا والعراق، خاصة أن هناك جمعيات لحقوق الإنسان تعتبر أن ما قام به تنظيم داعش في العراق وسوريا يعتبر جرائم ضد الإنسانية، ولا بد من محاكمة دولية يشارك فيها المجتمع الدولي في ردع هذا النوع من الجرائم. إذن محمد فنيش ابقى معي، سأذهب إلى محمد فاضل من بغداد. إذن محمد، لطالما كانت المسألة الرئيسية والخلاف الذي يجعل من تنفيذ أحكام ضد من انخرطوا في تنظيم داعش في العراق هو لأنهم من جنسيات مختلفة، وهناك تواصل من الاتحاد الأوروبي وتحديدا من فرنسا، آخر معتقلين هم من ينتمون إلى هذه الجنسية. إلى أي مدى وجود محكمة سيسهم في تخليص العراق من البت في أحكام نهائية دون الرجوع لهذه الدول؟ نعم، الآراء هنا في العراق تقول بأنها ماضية في محاكمة جميع من انتمى إلى تنظيم داعش سواء من العراقيين أو حتى من الأجانب، وأن إنشاء محكمة دولية أمر لا بأس منه، خصوصا وأن العراق أعلن قال بأنه مستعد لأن يستضيف هذه المحكمة أو أن يكون مقرها في العراق لسهولة تواجد الشهود وأيضا المتهمين. إضافة إلى ذلك، الحكومة العراقية والقضاء العراقي قال بأن منظمات حقوق الإنسان متواجدة في العراق، طبعا العالمية متواجدة، ويمكن لها أن تطلع على سير التحقيق ويمكن أن تكون المحاكمة عادلة. وبالفعل هو يقول بأن المحاكمة عادلة وأن أي تعذيب أو حتى انتهاك لحقوق الإنسان لم يحدث، والادعاءات التي ادعاها بعض منتسبي أو مسلحي داعش الذين قبض عليهم هي ادعاءات كاذبة وثبت زيفها، وبالتالي ليس هناك مشكلة في يعني إتمام هذه المحاكمات في العراق. لكن ربما المشكلة الأكبر التي تواجه العراقيين هو أطفال داعش. أطفال داعش هم من يعني من يشكلون مشكلة كبيرة، لأن هناك أطفال كثيرون هنا في العراق، قرابة 5000 طفل أو 4000 طفل بحسب الإحصائيات الرسمية متواجدون هنا، وبالتالي عملية ترحيل هؤلاء الأطفال ربما سيرفع العبء عن الحكومة العراقية ترحيلهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع السفارات وممثلي السفارات هنا وممثلي البلدان أيضا، سيرفع العبء عن العراق في مسألة محاكمة هؤلاء. يبقى من أدين بانتمائه لتنظيم داعش وارتكابه جرائم داخل العراق، فالحكومة العراقية تقول بأن القانون العراقي
قانون شفاف وواضح ويمكن أن يحاكم هؤلاء، أو أن تأتي محكمة دولية يكون مقرها العراق وبالتالي هي من تبت في أحكام القضاء على هؤلاء الذين انتموا إلى تنظيم داعش أو الذين نفذوا عمليات مسلحة. إذن كانت هذه هي الصورة كما أوردها لنا محمد فاضل من بغداد. إذن الشكر موصول أيضا لك محمد فاضل من بغداد، والشكر أيضا لمحمد فنيش من ستوكهولم من السويد.